الحب يصنع المعجزات، وخلف مشاعرهم تسمع حكايات مشاعر. الآن مع أريد نتهلاو في الإنترنت، لأن مشاعر الناس هي الأساس. هذا البرنامج يقدم لكم برعاية أوبو غينو 5. بريليزي 5 بلس الجديد يقدم لكم هذا البرنامج. يا سيدي المحترم، هذا موش تشاؤم ولا تأكيد الفكرة شائعة. هذه حقيقة ثابتة، كل واحد وسومته، وهذه مش حاجة اللي يحش منها الواحد والله يتلام عليها، لا بالعكس. صح، أقول لي تقدر تقول لي إذا في الدنيا هذه كاينة حاجة، خدمة ولا موقف صغير ولا كبير، ما عندوش مقابل مادي ولا معنوي؟ بيان سور ما كانش، على خاطر الشيء هذا كامل تمسخير. مرة يسميوه فلسفة في الحياة، مرة فضيلة، مرة مبدأ، حوايج يضحكوا بهم على الفقراء باش يلتزموا بهم. خلينا احنا ما نتهاوش بزاف بهذه التفاهات، اللي يهم هو انت كي تتعامل معايا برجولية وتسهل لي نكسب المال. وراح نبقى نخليك تربح دراهم كبار. مثلا في الحالة اللي رانا فيها دور، بسبتك انت انا ربحت الملاير، يعني ماشي تكون حقارة ونكران خير مني اذا كفاتك غير بكلام فارغ وتافه. لا 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 لا، وش راك تدير؟ كنت راح نخلي الخدامة يجوا يلموهم عليك. لا 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 لا، ما تقلق حتى واحد، أنا نلمهم، أنا نلمهم وحدي. أوه، شحال متواضع وبعيد عن التكبر والغرور. على بالك، صدقني تستاهل مرتبة أكبر من المنصب اللي راك فيه، وصدقني أنا اللي راح نهتم بهذا الأمر بيرسونال. سي جعفر، عمار، لقيناه. وين؟ علاش خبى علينا خبر المدة هذه كامل؟ على باليش، شي نعرفوا بلي راه في تونس. ايه؟ صرا في لوبيتال، في الكوما. ضربوه برصاص، بصح ما يعرفوا عليه والو. بقى مرمي قدام باب لوبيتال في الليله من الليالي. دا واش كاين؟ كملي الحكايه في الطريق. وجد روحك، روحك دونس دروك، السيد المحترم يروح معنا. انا عندي عارف عارف، عندك شرف كبير انك تكون معايا، راح تحلي مشاكل في تونس ومن بعد ترجع هنا للجزائر.
درا على واش تفهمتو؟ الله يعلم شكون راكم تحضروا هاد الخطره يا سي جعفر. اش بيها التوا؟ يعطيك بيها جيت، هاني كلمتها في التليفون قالت لي في الثناء. نوال حسيتها تبدلت مش هكا؟ سيتادير تبدلت. لا مانيير كيف ولات تلبس شعرها وكالكوب الماكياج. اي بيان سور، ما بيانتو باش تولي مولاة الدار عاد. ليلي عزيزتي هذيك امور هنا ما عندي حتى دخل. اما إن شاء الله لو شانجمون إكستيريور ما عندوش هكا دي ريبركسيون على الانتيريور، فهمت؟ ما فهمتكش، إش تقصد؟ باهي، معناتها مريم حبت عليها على خاطرها طفلة ناس مليح. إي ومن بعد؟ نقصد كانت تتبدل من داخل كيما قاعدة تتبدل من برا، كانت الطفلة ناس مليح تولي مشومة قارومة. فهمتني شنو نقصد؟ ليه واه امبوسيبل ما تخيلش. هاي جات. سلام. عسلامة. سافا؟ لاباس؟ اهلا بيك زهرة. سافا؟ لاباس الحمد لله. شحويلك؟ وانتم واش راكم؟ Pour les brûlures sur son visage, ça va se résorber avec le temps. Pour les fractures suite à l'accident, ça va se consolider. Mais malheureusement, on ne peut pas intervenir sur le point critique de la tumeur. La tumeur a endommagé le cerveau. Il n'y a aucune solution. Malheureusement, on ne peut rien faire. Thank you.
وصاب يطلع كشمار وفيقوا منه وصاب شريك عزيزتي وارجعك من اليوم صديق ما على باليش ما تقوليش دار مازال ما عملكش دوموند دو مارياج هو حتى دوكا ما قال لي والو فاش يستمع يا اخي بالك ماشي فيني تطلبني الزواج لا عاد شي اكزاجير الراجل عمل لك كرهب على ذمتك شوفير بيرسونيل الحوايج تبارك الله معناها احسن ما فما تقول توب موديل ما فما حتى راجل في الدنيا يعمل هذايا كل امراه ماهوش ناوي ياخوها مديحه نجمش تلم لسانك زهره امان والله العظيم لا تقصد جوست هكا حبت تهزلك شويه المغالاه كهاب خلاص ما تقلقتش ولا بالي شحال كنت قرب من مدام مريم كنا كي الخويت حتى انت اختنا راه يعيشك قولوا لي كاش خبر على مدام مريم راهي مليحه ولا ان شاء الله ما نسمع عليها حتى خبر خايب عزيزتي معنا عليها حتى خبر عنا برشا ما عادش اون كونتاكت عندها مديده ما كلمتنيش ما عادش تكلمنا كيما تعرف مريضه على الاخر لساني ماهوش متوعني ما نجمش نقولها ما يا ذنوبي كان مازلت عايشة زهرة انت ما قلت حتى شيء للطاهرة لا لا ما هضرتش ليه عاد هذا حتى كان مانيش موافقينها على اللي عملته سي سا ديسيزيون بيرسونيل لازم هذايا الحكاية تقعد ما بيناتنا داكوردو الخبر متاع مرضها وموتها ما بيناتنا مدى الحياة اوني اوبليجي البنات على بالي فينا رالت فما واحد يعمل في روحه هكا tu penses que طاهر والأولاد مش ماذا بيهم يكونوا بحدك وانت تعاني في وجهك تتصورهم يقبلوا يخليوك وحدك هاك توا بعيد على بلادك دارك والناس اللي تحبك علي عمل في روحك هكا علاش نعرف تسمع فيا انت طول عمرك اقوى مني انت شي بالدنيا اكثر مني شنا بارت خوا تمشي وتخليني وحدي ساسفي يلزمك تقوم وتبرا ونرجع مع بعضنا لتونس يلزمك تولي لباس على خاطر طاهر على خاطر البلاد زهرة كل أمنية كيفاش نخلي حاجة كيما هكا تصير كاع
ولكن انا لا قدر يصير لك حاجه. عمري ما نجم نسامح روحي. عطني خليت هذا الكل يصير. عمري ما نجم نسامح روحي على خاطر خليت ولاد اختي مع واحده برانيه. فيق امان. فيق يعيشك فيق. فيق. ماشي بعيد علينا اخترعنا انترنت بيبي عنده قدرات كبيره كلش كان مليح بصح الامور تبدلت لقينا رواحنا متفرقين وانترنت هو اللي سفره لو كان برك نتحدوا ونحيوا التخمام السلبي رح نقدروا نرجعوا له الفرحه تاع زمان رانا كامل مسؤولين على انترنت وعلى هذا من هذا رمضان هاي نتهلاو فيه متعدد الاستعمالات قدمكم بعضكم سي تاهر يحيى سي أكرم من الاستخبارات الجزائرية متشرفين معرفتك تاهر يحيى متشرفين سي أكرم صح الشيف باينة باللي ما تلاقيناش باش تعرفوا على بعضنا سا سي دي كلاسيك دي تاهر سي أكرم الرجل هذا ما يخسرش سكوندة من وقته كمان ما تكلمش تاهر وما عطانا حتى اسم جربتوش باش تعصروا شويه منو هذا حتى كان تعب يخرج حتى كلمه انا اعتقادي يطيحوه بسيكولوجيكمان كيفاش واش رايك لو كنت قبلها انت وتحق معاه لا لا يخرج الخبر بالحبس ونتكشف ما عنده ما يعملك حتى شيء النفس اللي دخل فيه للوريه يلزم ياخذ بيرميسيون عنا احنا وابريتو كيشوف تاهر يحيى بقوته وجبروته ضابط في المخابرات التونسيه يتبهدل ويتصدم ومخ يفلقط ويتيح له السكر حتى كيكون هو كمال وما ادراك حتى هذه ما تكفيش راك انت بروحك قلت لي هذا الراجل من بالتعذيب ما يهدرش. وانا وين بن قدامه؟ اون ايساي بوكو با. على امر طبق. عمار شنو اموره؟ سير اللي على بالك بيه اكثر من اللي نعرفه. افكتيفمون. أما مالوريزمون عندي ليك زوز أخبار
واحد خايب والثاني أخيب منه. هني نسمع. أم الزهرة رجعت للسبيطار واليوم ناوية تمشي زادها. هذا كان ماشي اتجاهاتي. فهمتك. بعد أنا يمكن. أو بخصيب فهم حدا مشكل. بعد اللي احنا هزينا عمار للسبيطار وكانت السيطرة لينا للوضع الكل رغم اللي صار ما صار. والخبر الثاني يا اخي برشا اللي هو جعفر الصادق. الرجل هذاك في الجزائر فين تمشي يجي قدام وجهك يخرج لك من الكرش حوض. اي حجره تهزها من الجزائر تقاه تحتها. عنده شبكه من السياسيين ورجال الاعمال حاجه ما تجيش على البال. وطيح وزره للرشوه وتو يحكم فيها. هذا اللي في الجزائر. ثم المشكل هذا السي اكرم هو اللي حلو. للأسف ولات نتحكم انتوما تاني. المشكل صباح مشترك بيننا. ما فهمتش. جعفر الصادق هو بو عمار الصادق. كيفاش؟ عمار زهرة انتي تعرفي واش تكوني بالنسبة لي ولا ما لبالكش؟ ما لبالكش ومانيش حابة نعرف. زهرة كي نمشي في الطريق انتي النور اللي ضوية. كي نشوف السماء انتي نجومي زهرة. وكي نرقد في الليل انتي يا منامي انتي كلش. وكي نوض الصباح زهرة انتي الهواء اللي نتنفسه. فهمتي علاش ما قدرش نسمح فيك زهرة؟ ما قدرش. أنا الأرض نحرقها على جال زهرة. كاري توش راك دير يا عمار. واحد كيما دنيتو ما نحبوش ماشي بسيف. زهرة هدني روحك. زهرة سمعيني مليح. حطي الكابوس حطي الكابوس هذا من يدك وروحي نتكلموا كيما الناس العاقلين. ها ما كانش هضر معاك كيما الناس الفاهمين. خلاص وش بيك زهرة وش بيك؟ وش بيك؟ أنت يا نملة ما تأذيهاش وش بيك؟ بيتش تفهم عمار بلي ما نحبكش
ومانيش حابه نكون معاك. خلي الدار وبلادي بسبتك. بسبتي زهرة، بسبتي. ما انا سمعني نقولك حاجه، المشكل الوحيد اللي بقى بيناتنا دوك نحي من الطريق. العذاب اللي راني فيها. آه كمال، تعال حكاية تستاهل اللي عملته هذا كله. تفرج في البضايع، شرايين، فساد، هم ازرق، ملف هذا رميناه في رمشة عين. لو كان نثني الركبه انا والزميل لا ما نخرجوا لك بحث يهزك على الاقل طول طون 6 مرات، ونزيدوك معاه اوبسيون اخرى، اشغال شاقه. معناها بعد العوام هذم الكل اللي جريتوا فيهم ولوجتوا وريتكم شايع، باش تحكم عليه 6 مؤبد هذاك هو؟ هذه هي الحكاية. بيت ذوما لذايا. سخيبنا نفدلكو معاك؟ أعرف شتخرج من فمك لنبدل معاك السيرة. هاتو نشوفوك كيفاش تفدلك تطيش 3 شهور في السجن الانفرادي. وقتها تعرف شو معناها مصلحة الوطن. بس علينا نحكيو مع بعضنا، مش فهمت؟ شوف يديك التوال توصل فين تحب.
حلي لي النوت، خليني نخرج من الغمة هذه. عمرك ما راح تخرج منها. إيش معنى عمري ما نخرج من هنا؟ على خاطر المفتاح تاع باب الخرجة تاعك وعندي أنا. امبوسيبل، يستحيل، فيش مصدق. أنت طارحة؟ برافو، فريمون برافو. وكان مش السلسلة اللي في يدي ما صفق لك. في بالك اللي انت اول جاسوس يدخل بيناتها في الشركة ويقعد عوامل الكل وما في قبي حتى حد؟ سانسير مونش تو فيليسيت. صح صح. كل هذه المدة قدرت تخدعنا وتخبي علينا باللي انت هو المعلم الكبير. حتى انا تاني نهنيك. بون، الوضعية اللي انا فيها يظهر لي انت اقوى مني في التمثيل. تبان لي ما راكش طونطي باش نديرو اتفاق. باش نتفقوا على شنو؟ قداش من جريمة باش تنحيوها لي من الدوسي؟ قداش باش تحكم عليا؟ مرتين مؤبد وأشغال شاقة في عود ستة؟ هادي على حساب التعاون تاعك. علاش نتعاون معكم؟ شنو اللي باش تفيدوني به؟ تسلم في واحد معناها أمره انتهى. جسفي أنا عمار. أنا حتى واحد ما يقدر يضرك. يدير لك لا بيور بروتكسيون. وهذه أنا شخصيا وعدك بها. شوف يا دار، ما فما حتى قوة في الأرض هذه بما فيهم الدول ينجموا يخرجوني ولا يحميوني من الحبس هذا. على الأقل تعيش وتكافح على جال حاجة على قيمة. اسم الحسن والنظام، أنا توا الحاجة الوحيدة اللي قاعد نخمم فيها كيفاش نجم نقتل روحي قبل ما توصلني الشركة وتصفيني. جعفر صابر، شنو اللي صار؟ مع أوريدو لكل تعبئة 2000 دينار وأكثر استفيدوا من 50 جيجا مهدات وساهموا ب 50 دينار لصالح الأطفال المعاقين. عبئوا واستفيدوا في هذا رمضان. في وقت مش بعيد علينا اخترعنا إنترنت. بيبي عنده قدرات كبيرة كيما كاع الصغار، بدا يمشي ويطيح بالصح، تعلم بالخف، كلش كان مليح. حتى الحق وقت وين كلش تبدل، تبدلنا وبلاك بلا ما نفيقو. لقينا رواحنا متفرقين وما شفناش باللي انترنت هو اللي راهو يسوفري. لو كان برك نتحدو
ونكون ملاحة مع بعضنا ونحلو التخمام السلبي، رح نقدروا نرجعوا له الفرحة تاع زمان. رانا كامل مسؤولين على انترنت، وعلى هذا من هذا رمضان هاي نتهلاو فيه. خلط مواد التنظيف خلاص. الآن بغافة الجديد يوفر لك بارجافيل منظف وعطر الليمون الكل في قرعة واحدة. بغاف 3 في 1 لأسهل تنظيف تطهير وعطر في كل مكان. بغاف 3 في 1 الامتياز في قارورة واحدة. يمك الله يرحمها كانت تهتم بزاف حكايه قراءه الفنجان والمشاكل هذا. ظهر انت ورثت عليها هذه الحكايه نو؟ واش اللي خلاك تقول الكلام هذا بابا؟ انا راني نشوف الفنجان برك، راني نشوف هكذا بلا حتى معنى. اها واش شفت؟ والو. بارازار ما شفتش عروسه؟ عروسه زينه عينيها كبار شعرها طويل قدها ممشوه. لا لا ما شفتش. صح في هذه الحالة أنا بلا ما نشوف الفنجال تاعك نعطيك بشارة. بشارة؟ واش من البشارة؟ راح نزوجك. كيفاه تزوجني بابا ما فهمتش؟ بشكون تزوجني؟ خديجة بنت واحد صاحبي رجل أعمال كبير تعامل معاه عنده ميتي ناسونال تاع الحديد. علاش ما سألتنيش بابا؟ علاش ما خديتش رأيي؟ بالك أنا مش حاب نزوج. على خاطر أنا اللي نقرر، عائلتنا وعائلته لازم يتحدوا. نشوف فيك ماكش فرحان، واش عاجبك الحال؟ أنا ما نقدرش نزوج بهذه الطفلة. وأنا ما طلبش رأيك. وأنا نحب طفلة واحدة أخرى. حب طفلة واحدة أخرى على روحك. خديجة هي اللي تولمك. تزوجها، دير الأولاد، ودير واش تحب خارج الدار. لهذه الدقيقة واش طلبت مني كامل درته بالحرف الواحد. هذه برك لالا، هذه حياتي وانا حر فيها وندير واش نحب. واش تقصد بهذه حياتك ودير فيها واش تحب؟ واش تقصد بهذه حياتك ودير فيها واش تحب؟ الشيف تاعك ولا الوسيط ما بينك وبين المعلم الكبير. ها واش قلت؟ عجبني سكيزوفرينيا اللي فيك انت والبوليسيه الكل. في بالكم تتقمصوا شخصيات
باش تدخلوا في البدن نتاع المجرم وتعرفوه كيفاش يفكر. لكن الاسبري كريمينال بعيد برشا على الشيء اللي تخموا فيه. انتم ما عندكم مبادئ. اكحل، ابيض، مجرم، بني، برشا حاجات اخرين. انت مثلا قديش عشت معانا في الشركه وانت مندس سنين وما نجمتش تولي تخمم كيفنا احنا. في بالكم المساله بسيطه، سؤالات، ضرب، تعذيب، توصلوا للحقيقه وتسكروا الدوسي. تسخفوا. ما كاين حتى حاجه واسمها الكريم بارفي كمال. والحقيقه تبان. طول ولا قصر. وهذاك علاش العوامل كله ما نجمتوش توصلونا لا انتم ولا الدول الكبار. حتى شبر. إلا ما نسمحوه احنا. علاش هاد لونجاجمون احنا؟ طاهر اسكت تسمعني مليح. انت انسان بسيكوبات واول حاجه تعملها وقت اللي تخرج من هنا تقتل اعز واحد يعز عليك في الدنيا. ما بعد تدور الفرد تحطه في فمك في اللوند 45 دوغري وتيري كرتوشه. البوس ماهوش باش يوصل لي اللي انا برك، باش يوصل لك اللي كنتي زاد. نهارتها باش تندم عن النهار اللي ما قتلتش فيه روحك. ياك هالخير جيت بكري. على باليش حبيت استصيك بالسؤال. على واش؟ عمار سمعت باللي رحتي لي مرة واحدة أخرى. ياك على بالك ضميري مش مهنيني. مانيش قادرة ننسى الدقيقة اللي تيريت عليه. راني نروح غير باش ندعي له ونطلب ربي باش يفطن. هكذا نتهنى شوية. هاني فاهمك. بصح ما يلزمش تبالي بزاف. الحكاية هادي تقدر تضرك. ولي ادعي له من بعيد. سي طاهر. ماناش نتلقى بزاف. راني مشغول بزاف هاد الايامات. بصح تيبي نخمم فيك. حطير حبيته طاهر. أما أنت كي سبقتني وعملت له ديكلاراسيون دامور قبلي. سكت. ما حبيتش نقول له اللي نحبه. هو حبك. وحبك برشا.
هذاك علاش ما ندمتش اللي قعدت سايبتها وبعيد عليكم. كي راكم فرحانين نفرح، نتفرج فيكم. كاين ليستواغ دامور دون ان كونت دو في. تفكر وقت اللي حبيت تمني على دار والاولاد، تجيني أنا سنتيمون خايب برشا. حسيت كأني طفلة صغيرة شادت بعملتها. هذاك علاش ما حبيتش نكون مع الظهر بعدك. ما أريد نتهلاو في الإنترنت، لأن مشاعر الناس هي الأساس. قدم لكم هذا البرنامج برعاية أوبو غينو 5. بريليزي 5 بلس الجديد قدم لكم هذا البرنامج.